جوتن مورجن، هنكمل النهاردة مع بعض يا شباب لكتيون لغاية سين. اسم الدرس بتاعنا النهاردة دي بوسيسيف ارتكل. دي بوسيسيف ارتكل الأول هنبتدي مع بعض بايشبيل على الدرس، وبعد كده هنشتغل مع بعض امبوجن. طيب اول حاجة عندي، احنا عندنا فكرة من قبل كده عن البوسيسيف ارتكل. خدنا قبل كده ماين وداين، وقلنا ماين يعني ماي وداين يعني يور. طيب كنت امتى بقول ماين وامتى بقول ماينر؟ لو نفتكر مع بعض ان ماين بقولها مع الكلمة الارتكل بتاعها ده او داس، وماينر مع دي او دي بلوغال. طيب كمان يبقى انا كنت بحط ماين على اساس الكلمة، او ماينه ماين او ماينه على اساس الكلمة اللي بعدها. يعني هنا بوخ الارتكل بتاعها داز فحطيت ماين. تمام. طيب اول بايشبيل عندي بيقول داز ست ماين بوخ، ده كتابي. طيب انا بقول هنا هو ده است داز بوخ، است داز بوخ، هو ده هو ده كتابك انتي، كتابك انتي. يبقى انا هنا يا شباب هحط ايه؟ هحط داين. هو ده كتابك، كتابك انتي. طيب ده المفروض الجزء ده احنا عارفينه. طيب الجديد بقى اللي احنا هناخده النهاردة ان احنا هناخد بقية البوسيسيف ارتكل. لو انا عايز اقول كتابه، كتابها، كتابنا، كتابهم، هنقولهم ازاي؟ تعالوا نشوف. وو است محمد اوتو، فين عربية محمد؟ فانا اقول او داز است زاين اوتو، ايوة عربيته، دي عربيته، عربيته هو. يبقى هنا انا استخدمت زاين. يبقى زاين معناها يا شباب هيز، يبقى زاين معناها هيز. طيب امتى بحط زاين وامتى بحط زاين؟ لو الكلمة هنا الكلمة اللي بعد زاين الارتكل بتاعها ايه؟ دي او داز، يبقى احط زاين. الارتكل بتاعها دي او دي بلوغال، بحط زاين. تعالوا كده نشوف مع بعض بوجن زايت فيها. عندي هنا البوسيسيف ارتكل، قلنا اول حاجة هنترجم مع بعض ماين يعني ماي، داين يور، زاين مع اير معناها هيز. اوكي، واس اللي هي ايتس اللي احنا عارفينها، زي ايا اللي هي هنا معناها هير، اونزا يعني اول، ايا هنا يعني زير، ايا اللي هو بمعنى حضرته، حضرتك، وعندي هنا اويا، اويا بمعنى يور. طيب اول حاجة لو انا عندي الكلمة الارتكل بتاعها دي او داس هقول زاين، دي او دي بلغال بقول ايه؟ زاين. زي فبقول ايا مع الدي او داس، دي او دي بلغال بقول اي غي، بقول اي غي. طيب فيا بتبقى مع الدي او داس انزا، انزا مع دي او دي بلغال انزا غي، انزا غي. زي بتبقى ايا مع دي ودي بلغال اي غي. زي دي فامل بتبقى ايا مع
الدي مع الدا والدازو مع الدي والديبلوغال بتبقى إيغاي. باخد بالي مع الزي الغوص ان زي ما الزي الاس غوص في الاي الاي بتبقى غوص وايغ الاي غوص برضو يا شباب، نقطة مهمة جدا بتفرق معايا في الاجابة. طيب عندي اي بتبقى اويا مع الدا والدس وايغ مع الدي والديبلوغال. طب تعالوا كده نشوف مع بعض بايشبيل الاي بونك برضو بزايت فيها بيقول لي اجن سي مدم بازين دم بوسيسيف برونومن ايشي تسايج مال وغنج بي فندس دوزي تسايج، فاكرين تسايج قلنا يعني شو، انا بعرض وغنج Wie findest du sie؟ كيف تجد؟ أنا بعرض الأورنج بتاعي، فأحط هنا إيه اللي هتنفع؟ Ich zeige mal meine Ohrringe. طيب نمرة 2، نيكو باستلت جان شيفة، نيكو بيعمل باستلن الشيفة. موديل باو إست هوبي، الموديل باو موديل باو اللي هو الانشاء النموذج است ايه هوبي، هوبي بيكون الهواية بتاعته، هوايته هو، احنا قلنا هو في البوسيسيف هوايته هو بتبقى زاين. طيب هنا هوبي الارتيكل بتاعها ده ولا داز ولا ديو دي بلوغال بتبقى داز، تمام. فهقول ايه زاين ولا زاين؟ هقول زاين، تمام. نمرة 3، في هايست أوما باول، هنا حد بيكلم باول فيقول له ما اسم جدتك، فهقول في هايست ايه داين أوما. نمرة 4، است داز زايتونج، زايتونج يعني مجازين. است داز زايتونج هير فاجنا، هنا يا شباب انا بكلم هير فاجنا، معنى كده ان انا هكلمه بصيغه الاحترام، هكلمه بصيغه ايه الاحترام، فهقول له حضرتك، اقول له هي دي مجله حضرتك. مش هينفع احط زي علشان في شيء هو بيملكه هنا، فهقول است داز ايغه زايتونج. ليه يبغاو هنا قلت ايغه؟ علشان عندي زايتونج يا شباب الارتيكل بتاعها بيكون دي، الارتيكل بتاعها دي. طيب نمرة 5، تون فوسي في ماركو ام ان يازي، هنا انا بكلم ماركو فاحط ايه هنا، فاقول له انت، اقول له رجلك انت، فهقول ايه داين. طيب يفغاو هتبقى داين ولا داين؟ طب تعالوا كده نفتكر، فوسي هنا دي بلوغال، وقلنا مع دي ودي بلوغال بحط داين. نمرة 6، فو است احمد اوتو او داز است اوتو، أين تكون سيارة أحمد؟ أيوة دي عربيته، أيوة زاين زاين أوتو. نمرة 7، فيجيهن إنس كينو فغايند فاتن دوات، إحنا هنروح السينما، أصدقائنا هينتظرون هناك، أصدقائنا هنا قلنا فيا بنستخدم معاها أنزا، بس لما بتكون دي او دي بلوغال بتبقى اونزاغي اونزاغي. نمرة 8، است داز انكل يا داز است ماين انكل، هو ده عمك؟ ايوه ده عمي. طيب يبقى انا هنا
ماين في الإجابة بتبقى في السؤال إيه؟ داين. ماين في الإجابة بتبقى في السؤال داين. أوكي يا شباب، فيلين دانك und تشوس.